السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. النهارده معانا فيديو قوي، فيديو جامد صراحة. احنا واخدينه من التعليقات اللي انتوا كتبتوها، طلبتوا مننا تحدي الموز. طبعا التحدي دوت اللي قايل عليه ام وسام هيجي لكم دلوقتي، التعليق بتاعها دلوقتي في الفيديو دوت. ان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم. عايز اقول حاجة للناس قبل ما نبتدي؟ لا، احنا عايزين نقول بس ان التحدي ده تقيل قوي. كام كيلو كل واحد؟ موز؟ 5 كيلو موز. هنا 5 كيلو موز وهنا 5 كيلو موز. تحدي قوي. ابتدي. استنى شويه، استنى شويه. الموز شكله مغري قوي. طبعا النهارده كان اللي هيبقى مفاجأة. كان ناقص كيلو تاني بقى. بس احنا نخلص زور. يلا نبتدي وبسم الله الرحمن الرحيم. حسن جاي ينتقم. يلا لايكات وشاركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش وفعلوا الجرس. تسلم ايديها موز، بس انا بحب الموز قوي. قول محمد اللي هيكسب. قول محمد اللي هيكسب. ما قلتش على العقاب دي. عقاب مفاجئ. صعب عليا يا حسن. انا عامل القناه دي اصلا معاك عشان انفخ. بس انا عايزك تنشف شويه. الناس بتنصحني ان انا ما اتكلمش كتير وانا باكل عشان بخسر. ما ممكنش اسيب صدمتك. انت جاي تهزر بقى. فعلا يا موسام تسلم الفكره بتاعتك دي. يلا كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي، اللي عايزنا نعمل اي فيديو يكون تحدي قول لنا عليه. الموضوع صعب، بس الموضوع صعب قوي. ودي بتاعت محمود. باين عليك ان انت بدات تهدى. انا مش شرط تكسب مره كده بمزاجي. خمسة كيلو. طب كنت تقول أربعة. خمسة كيلو، هي طلبت خمسة كيلو. بلا عشان بيبس. مالكش دعوة يا ولد. بس خسرني. اشرب بيبسي. انا ما كنتش كده. ايه اللي حصل؟ متحسر. احسن وحوش. هيد على نفسك شوية. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنت ما بتتعبش؟ طب نهدى شوية. مش لاقي مكان انزل فيه. يلا شوفوا انتوا عايزين نعمل تحديات ايه وقولها في الكومنتات، واللي هنختار التحدي اللي هو طلبه هننزل اسمه في الفيديو اللي هنعمله. انا عينيا دمعت اصلا. هاخد اتنين.
لازم اعملها خلاص من الاول. الفيلم ده انا هاخد حقي منه. نرجع كده فلاش باك للي عمله فيا لما طفيتني بطفايه الحريق. فكان فيها ايه؟ مفاجأة فوزي، مفاجأة مفاجأة. آخر واحدة. خسر خسر، مش أول مقلمة تقول. أهو، مش حاجة واقعة مني. فاضية. بس أنا كسبان بجدارة برضه، خمس صوابع. مفيش انت بتتكلم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هنلم ايش الريموت دوت ونرجع لكم تاني عشان عقب. استنونا في العقاب، عقاب جامد. ورجعنا للعقاب تاني. بصوا يا جماعه، العقاب النهارده هيكون ايه؟ دي القشر بتاع الموز. احنا هنعمل ايه؟ هفضل احدف عليه لحد ما يشفط خمسه ببقه من غير ما يستخدم ايديه ولا يعمل اي حاجه، لازم ببقه. طبعا اول ما يشفط الخمسه انا هوقف، يبقى كده العقاب خلص. وربنا وانا هكون واقف ورا الكاميرا طبعا، واحسب لكم المعلق ان شاء الله. يلا نبتدي. يلا نبتدي. انت بتاخد حقك مني؟ اه. ده انت بهدلتني الايام اللي فاتت دي. هنشل بس نشل. يلا واحد. انت احلف بالراحه. وايدك ورا ظهرك، احلف بالراحه. ما تمسكهاش. امسك. لازم تمسكها. انت احلف بالراحه. لا. واحد. أوه. واحد. اهو. ناقص اربعة. لسه. حتى محمد صلاح بقى. لسه. ماشي. اتنين. اتنين كده. يا ابني انا هاتريك. تلاتة. انت انت بتصنع عصافير. يلا ماشي. اثنين. واحد. فاضل واحدة بس. عقاب حلو جميل. مفيش واحدة بقى تكون فيها جواها مزايا كده. والله انت صعبان عليك امسكها. انتوا بتعملوا يا جدع اهدى. عشان فاضل واحدة يعني انت. تعالي بقى. ايدك ولا ظهرك عشان لو جبتها مش هتتحس. انا هجيب الغضروف في الارض. الله. وربنا لا موتك كده. كل العقاب خلص. استنى بص بص نشوف بس بلت بقى من المويه يا جماعه. يلا نشوفكم في فيديو جديد وتحدي جديد. ودلوقتي انزلوا اضغطوا لايك للفيديو دوت وصلوا اكبر عدد. لم القشر بقى. واشتركوا في القناه اللي لسه ما اشتركش وفعلوا الجرس. واللي عايز اي تحدي يقول لنا في الكومنتات. السلام عليكم.